Nador City.com. سيد رئيس مجلس الإقليمي، سيد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيتي، سادة رؤساء الجامعات، سادة رؤساء الغرف المهنية، سادة المهنيون المستثمرين الصناعيين وأرباب وحدات صناعية. مارس 2003 الذي يعتبر فعلا البرنامج الاستراتيجي للتنمية بالجهات الشرقية، ونشكر لسعادة العامل كذلك استعداده لتقديم جميع المساعدات من أجل إنجاح كل المشاريع التي ستقام بالمنطقة الصناعية، وله الشكر على ذلك. لن نعطي الكلمة الآن، فهي مستعدة لتقديم الدعم اللازم اللي كتطلبه هذه المرحلة والمراحل المقبلة لإنجاز هذا المشروع. وشكرا. المجلس الإقليمي للناظور، سيد رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، سيد السادة النواب محترمين، السيد ممثل المدير العام لوكالة التنمية الأقاليم الشرقية، والسيد المدير العام لوكالة مارتشيكا، والسيد محمد بوجيدة عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والسيد ممثل رئيس الجهة الشرقية، السيد القنصل العام للمملكة الإسبانية، السيد القنصل الشرفي للمملكة الهولندية، السيد المدير القطب الصناعي والتجاري لمجزات والوب المرافق له، السيد مندوب وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، السادة المحترمون ضيوف منطقة، رئيس سلطة ميناء مدريد والوفد المرافق له، سيد رئيس غرفة التجارة لغرناطة، سيد نائب رئيس غرفة التريل وأعضاء الوفد المرافق له، السيد مدير ديك أوروبا، ممثلو مؤسسة برو مالاغا، ممثلو مؤسسة سيدس، رئيس فيمادس، والسادة مسؤول المصالح الحاضرون، والسادة المحترمون المهنيون والفاعلون الاقتصاديون، السادة ممثل وسائل الإعلام، محترمون السيدات والسادة الأفاضل، إبرام العقود النهائية بخصوصها. الفضل للمجهودات الشخصية لسيد عامل إقليم الناظور والمدير العام لوكالة التنمية للأقاليم الشرقية، والشريك مدزال والمجلس البلدي للسلوان والسيد باشا السلوان. الكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع في الشطر الأول بغلاف مالي يقدر ب 320 مليون درهم، شملت جميع التجهيزات الداخلية والخارجية. مقر الرئيسي لشركة ساكس، بناية مخصصة للخدمات، ستكون جاهزة في شهر مايو، ويوجد بداخلها الشباك الوحيد لتقديم جميع التسهيلات الضرورية الخاصة المتعلقة بتراخيص البناء، وسينطلق بناء مركز الأعمال واحتضان مقاولات لبيك بيزنس انكيباتور سنتر، والشروع في البناء في غضون الأشهر مقبلة بغلاف مالي يقدر ب 23 مليون فاصلة 2، بشراكة مع الوزارة الوصية والوكالة التنمية الأقاليم الشرقية. الشطر الثاني 22 هكتار، إنجاز منطقة اللوجستيك
ومنطقته لترحيل الخدمات المغربيه بلورت مشاريعه في احسن الظروف. فمشروع الحظيره الصناعيه لسلوان هو وليد شراكه بين الدوله ممثله في وزاره الصناعه والتجاره وكالة تنمية الجهة الشرقية وزارة الصناعة والتجارة وعمالة الناظور وشركة مثال التابعة لمجموعة صندوق إبداع وتطوير. طبيعة الحال فقد تم تصميم مشروع الحظيرة الصناعية كما قال السيد العامل في تدخله أخذا بعين الاعتبار مؤهلات الإقليم وموقعه وكذلك الإشعاع الذي نطمح أن نعطي له لهذا المشروع سواء جهويا او دوليا. ونشجع اليوم بكل فخر انخراط شركتنا في هذا المشروع المهيكل الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلاله نصر الله والذي يهدف الى تعزيز البنيه التحتيه الصناعيه للمنطقه والمساهمه في خلق فرص الشغل والقيمه المضافه. ونامل من خلال هذا اليوم الترويجي ان نتوفق في تزويد المستثمرين كل المعلومات حول مؤهلات الإقليم، حول معلومات اقتصادية والتقنية والاستراتيجية التي تسهل أخذ قرار. يمثل السلطة الرسمية، السادة الضيوف، السادة والسيدات الأفاضل، في الواقع لم يكن مبرمجا أن أخذ الكلمة، وبالتالي فلم أحضر كلمة، ولكنني أحضرت معي القلب. هذا القلب الذي ينبض لهذه المنطقة المناضلة المجاهدة وشدني إليها، وخلال بضعة أشهر شهرين على أكثر من 3 مرات جئت إلى هذه المنطقة، وهو في الواقع الذي يشدني. ليست المنطقة كمنطقة، ولكن هذه الهمم العالية، هذه القرائح الوكتابة التي دائما أجدها في هذه الربوع الحبيبة من وطننا العزيز. شدني إلى هذه المنطقة الجهد الكبير الذي لمسته في صديقي عبد الحفيظ، الذي منذ أن تعرفت عليه إلا وأدركت أنه رجل ديناميك، رجل يحب العمل ويعمل جاهدا من اجل الوطن ومن اجل المصلحه العليا للبلاد. وهذا ما جعلني اطوي مئات الكيلومترات كل مره يستدعيني، وفي هذه المره بالذات احمل لكم جميعا وله ولطبعا للسلطات الوصيه على المنطقه على التراث، احمل بطاقه تذكير وتذكار وبطاقه تهنئه لكل هذه المناسبات، وخاصة المناسبة الحية التي نعيشها ذكرى تأسيس غرفة 56، ذكرى أو بالتالي إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع الكبير الأول أو المثالي في المغرب، لأنه نعرف أن الغرف الصناعية كلها على صعيد وطني لم تساهم بعد في مناطق حرة، في مناطق صناعية، والمنطقة الوحيدة والغرفة الوحيدة التي ساهمت في ذلك هي غرفتكم، غرفة الناظور. وكذلك أحمل له بطاقة تهنئة على افتتاح المندوبية الجهوية، مندوبية الشرق للجمعية المغربية للمصدعين التي أمثلها، والتي كان لي الشرف منذ 32 سنة أن أكون من مؤسسيها. فلكل هذه العوامل مرة أخرى أحضر لي طبعا لأرافقكم في هذه المناسبة. مثل يقتدى به، أتمنى أن تكون أن تأخذ الغرف أخرى نفس الحدو وأن تساهم بمثل ما تساهمونه في هذه المنطقة العزيزة، طبعا للتعليمات السامية لمولانا الأمير أمير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، الذي يوجد هو نفسه ومنذ أكثر من 3 أسابيع في معركة جديدة، معركة فتح إفريقيا للمغرب وللمغاربة، فأطال الله في عمره وجعلنا عند حسن ظنه، واقتدينا إن شاء الله بكم في هذه المنطقة في مناطق أخرى إن شاء الله تعالى. ومرة أخرى كل تهانئي
وأعتذر إذا لم أحضر كلمة في الموضوع، ولكن قلبي كما قلت هو دائما معكم وسأكون دائما حاضرا إن شاء الله، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد اليوم بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات للناظور يوم إعلامي مخصص لتسويق الحاضرة الصناعية، ويصادف هذا اليوم لاحتفال بالذكرى التأسيسية لمؤسستنا لستة وخمسون سنة، وحضي هذا الجمع المبارك بضيوف على الصعيد المحلي والوطني وعلى الصعيد الإسباني، وأنها فرصة لمعرفة معرفة المشاريع الكبرى الذي يعرفه الإقليم. وتناولت من خلال الخطاب الذي وجهته للحاضرين أننا عازمون كل العزم لإنشاء قطب مالي، نظرا لأن إقليم الناظور يعتبر بالمرتبة الثانية على الصعيد الوطني فيما يخص الودائع البنكية، ويتحتم علينا كفرقاء اقتصاديين واجتماعيين وبرلمانيين أن يأخذوا العبرة بهذه الكلمة، لكي على الجهات المركزية أن تأخذ بعين الاعتبار ما هو الدور أو النقط القوية للإقلاع الاقتصادي للشمال المغرب، هو الناظور وقاطرة لتنمية المملكة المغربية. فلذا يتحتم على السلطات العمومية أن يعملوا جاهدا لإخراج القطب المالي ليتماشى مع التوجيهات الملكية لعاهلنا المعتزل محمد السادس لإعطاء المشاريع الكبرى كمارتش كمال والميناء الغرب المتوسط، وتوسيع مطار دولي والحضرة الصناعية.